لكم اخوتي الفلاحة، اهلا وسهلا بكم. معكم هرب محا، تقني سابق بصلاحة حماية النباتات المكتب الوطني للسلامة الصحية مصر زرو، يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، الساعة تشير إلى 1:20. بغينا نتحدث اليوم على الحرارة المرتفعة اللي عرفت بلادنا في هذه الأواخر، اللي واحد الحرارة مفرطة اللي كان طلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا برحمته، لأن هذه الحرارة المرتفعة هي ماشي جديدة علينا، كانوا سنين وسنين بحال هذه الحرارة هذه اللي كتجي في هذا الوقت، ولكن في التالي كتبع الشتاء ولا الثلج، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته. وحنا دابا في واحد الفترة اللي محتاجين لهاد التساقطات المطرية اللي يطلب الله يعجلنا بها، تساقطات الثلوج حتى هما اللي كيعطيو واحد النتيجة كبيرة فيما يخص تحسين الفرشة المائية، آبار، الوديان، الراجات، المحاصيل الزراعية والمواشي والغطاء النباتي للماشية. كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا. كتعرفوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء. حنا كنطلب الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغيثنا بالرحمه ديالو، بالشتا ديالو ولا بالثلج ديالو، لانه حنا في هذه الفتره دي محتاجين كما قلنا التساقطات المطريه. باو لنا وحنا في واحد لابيريود ديال الحرس اللي كنتمناو ان شاء الله يغيثنا برحمته، بعد ما تكلمنا على هذه المراحل فين غادي تدوز هذه العمليه ديال زراعه الحبوب من الحارس، من التحليه ديال التربه، من اختيار البذور المختاره، من الوقت المناسب للحارس. وكما تعلمون حتى بالنسبه للاشجار المثمره اللي حتى هما كيحتاجوا واحد العدد ديال البروده، كل واحد على حسب الصنف ديالو، على حسب النوع ديالو، وعلى حسب المناخ ديال المنطقه، اي منطقه. حنا كنطلب الله يرحمنا بواحد الرحمه ديالو اللي منها الشتاء والثلج ان شاء الله. وانا من في هذه مدينه تعزرو من 73، اللي كانوا بعض السنين دازوا بحال هادو، فاش كتكون واحد الحراره رفيعه في الخريف، ولكن ربي كيرحمنا بالثلج ديالو ولا الشتاء ديالو مور هذه الحراره هذه. كنطلب الله يغيثنا في اقرب وقت، لانه كتعرفوا بلادنا ولله الحمد بلادنا الحمد لله، اللي كل واحد كيدير اللي عليه، وكل واحد كيشتغل كيف ملزم عليه يشتغل. وحنا دائما حنا مع الفلاح، ودائما مع النصائح والإشادات للفلاح باش نحاولوا ان شاء الله حتى حنا نتقدموا لقدام. ولكن هادشي كله تبارك الله كيرجع للعمل اللي بغى يخدم واللي بغى يقدم الامور ديالو. وكما كنطلبوا من الناس ومن الفلاحة أو المزارعين أو من السكان إلى وين، باش يحتفظوا بهذا الماء هذا، بأنه هو الماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إلا ما كاينش الماء راه ما كاين والو، راه ما مزالش تدبير في هادشي ديال السقي العشوائي، ولا في هادشي ديال المنازل اللي كتلقى الإنسان كيبغي يغسل الكاس هذا عليه 5 لتر الماء، كتلقى الماء في السياق في الأزقة وفي الشوارع. كنطلبوا من السكان يحتفظوا بهذه الماده الحيه اللي هي ماده الماء الصالح للشرب. هذا هو اللي بغيت ننصح، بانه هو الواحد ما خصوش تدبير في هذا الشيء ديال المياه، لانه كان واحد العدد ديال الفلاحه على ما شتنا وما ذهبت اللي كيطلق الماء في السقيه ديالو غرافيتير، وكيسقي غرافيتير هكاك كيطلق الماء ويخليه، هذا الشيء لا، لانه راه باش تطلق الماء وتخليه في الفدان ولا تخليه في الشجر راه يقدر يسبب لك واحد الخسارات الاشجار المثمره او زراعه اخرى، اللي يقدر يكون لك التعفن الجذور فيما يخص الاشجار المثمره. لذا كنصح الفلاحه دائما باش يحاولوا على هذه القطره ديال الماء، ويعتها في الوقت المناسب وبالطريقه ديال السقي بالتنقيط. هذا هو اللي بغيت نشير ليه. لذا كنطلب الله يرحمنا في هذا الوقت هذا، لولا الحماس ولولا احنا في هذه المهنه هذه واحد المده من السنين ديال واحد 48 سنه،
لابد دائما كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا ويغيث الفلاح، لان احنا مع الفلاح، الا ما كاينش الفلاح ما غاديش نكونوا. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا في اقرب وقت، لانه كتعرفوا المناطق، بعض المناطق في المغرب الحمد لله اللي هي مزيانه، وبعض المناطق اللي الناس ما لقاو ما يسقيو، ما لقاو باش يسقيو، وكان بعض المناطق اللي شحال واحد قلع الاشجار ديالو ما لقى باش يسقي، حيت الابار نشفوا، الوديان نشفوا، البراجات ناقصين. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يغيثنا في هذا الموسم الفلاحي الجديد 2023 الامطار ديالو والثلوج ديالو، باش يمكن الفرشه المائيه ترجع كيف كانت او احسن. لذا اكتفي بهذا القدر، وساتصل بكم بعد قليل ان شاء الله. معكم هرب محاتي تقني سابق تصليحات حماية النباتات المكتب الوطني للصلاة مع الصحيح ومصاد الظروف، يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 ساعة تشير إلى 1:25. للمزيد من المعلومات ومن الإرشادات الفلاحية المرجو الاتصال بالرقم العادي الخاص ديالي كيبقى محلول يوميا، هو 06-68-94-97-37. وممكن تدخلوا اليوتيوب الواحد القناة ديالي اللي هي قناة خاصة ديال الإرشادات وديال النصائح وديال المعلومات اللي وصلت فيها واحد 400 وكذا و10 ولا 20 فيديو اللي كريتها في 31 أكتوبر 2021، وهي دابا كملت عام وفيها الحمد لله واحد العدد ديال لي زابوني ديال واحد 560 أبوني اللي كيستافدوا منها الطلبة الفلاحيين فلاحة أي واحد اللي كتعمو شي حاجة يدخل لهاد القناة ديال اللي فيها في اليوتيوب اللي سميتها هربوا فلاحة تي في، هربوا فلاحة تي في، تي في بالفرنسي، وهربوا فلاحة بالعربية. هذا هو اللي بغيت نشير لكم، شوفوا الحمد لله الفيديوهات والنصائح والإرشادات دائما نحن في الميدان، والإرشادات ميدانية ماشي هكاك ميدانية، بينما حنا دائما كنخرجوا الخراجات الميدانية وكنديروا التشخيصات ديال الطيران، كنديروا التشخيصات ديال المشاتيل أي دي بيبينيريس، حتى هما كنديروا بعض الخطرات فيهم دي فيديو دي تورني دي كونترول. هذا هو اللي حنا خدنا بينما انا خدمت في الميلادي واحد العدد كبير، خدمت في صلاحة وقاية النباتات واحد 37 سنة ديال العمل الحمد لله، وخرجت تقاعد في 2011، ولكن ما زلت أمارس المهنة وما زلت كندير التشخيص ديالي والضيعات على حسب طلب ديال الفلاح. لذا كنحييكم وكنطلب الله سبحانه وتعالى يرحمنا في أقرب وقت في الشتاء ديالو في الثلج ديالو، باش الأمور ترجع إلى ما أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.